السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد فيديو خاصه للبنات اللي كيعانيو من ترهلات ومن سيلوليت ومن الخطوط البيضاء ماشي الحمراء. غادي ندويو اليوم على الناس اللي كيزيدوا في الوزن وكينقصوا، كيوليو يزيدوا في الوزن وكينقصوا، كيبقاو لهم داك الترهلات هكذاك، ولا كتبقى لهم داك سيلوليت باينه، يعني واخا كيضعفوا ان فوا كيشوفوا راسهم في المرايه كيجيب لهم بالهم بحال ما نقصوش، لان كتبقى ديك الترهلات. هذا مهم، خاصه الترهلات اللي في البطن وفي الذراع. انا هذا بالنسبه للمنتوج اللي غادي نوريكم استعملته للبطن والذراع. هاد الزيت البنات هو الزيت ديال البرتقال، ماشي الزيت ديال الحامض، الزيت ديال لورانج ماشي السيترون، لان السيترون مجهد بزاف ويقدر يحرق لكم البشره ديالكم. هاد الزيت هذا كيتباع في الفارماسي وفي البارا فارماسي. الثمن ديالو البنات كيدير 50 درهم في الفارماسي و35 درهم في البارا فارماسي. كاينين دي بارا فارماسي اللي كيبيعوه ب 30 درهم. المهم الثمن ديالو هو هذا بالنسبه لهاد لا مارك ديال ناتور ايسوان. انا اول مره هاد الزيت هذا سمعته في الراديو ديال عند واحد الدكتور ديال الاعشاب، كيشكر بزاف هاد الزيت وكيشكروا من ناحيه هاد الامور هذه ديال الترهلات وديال السيلوليت والخطوط البيضاء. والوقت اللي كنت انا كندير الريجيم فيه قلت علاش لا ما نشريش ونبقى نستعمله في الوقت في ديك لا بيريود البرد، لان انا الريجيم كله درته تقريبا في البرد. كنت كندهن به المناطق اللي كنعرفها تقدر ترهل، تقدر ترخى، لي هما الذراع والبطن. وفاش استعمل انا قبل بعدا ما نستعمله سولت عليها المولات الباغا فارماسي وقالت لي راه زوين بزاف، خاصه هاد لا مارك هادي. المهم هادي ما تخافوش منها، ربما يكونوا دي مارك اخرين ولكن المهم هادي زوينه. هذا خديته من عندها واستعملته. الطريقه ديال الاستعمال هي على انك كدهني المناطق اللي عندك فيها الخطوط ولا عندك فيها السيلوليت ولا عندك مترهله، المهم المناطق ديال لو كور ديالك كامل اللي كتشكي منها كدهنيها من الليل لليل. وراه الزيت ديالها زوينه بزاف، يعني انت غتعجبك الزيت وكتبغي كتشربها لابو، ما تحتاجيش ديري شي دوش موراها، دغيا كتشربها لابو والريحه ديالها غتعجبكم، كتبقى في لوكور ديالكم زوينه. خاصه انا كنت كنديرها في البرد، ديك الريحه كتنفعنا في البرد ديال البرتقال، يعني كتهدن حتى الاعصاب ديالك كيتهدنوا، حتى لو كنتي متبعه شي ريجيم ولا شي حاجه. مهم ما تتعصبيش مع الجوع ولا شي حاجه. كما قلت لكم الطريقه غير كتدهنوا في 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 لابو ديالكم صافي وكتخليوه، يعني ماشي ضروري تعاودوا تغسلوه، يعني هو كتخليوه كيشرب واسبوع على اسبوع. الصراحه كما قال هذاك الدكتور، يعني داكشي اللي قال فعلا كاين، لان اسبوع على اسبوع كتشوفي لابو ديالك كتبيض، دوك الخطوط كيرقاق وما كيبقاوش يبانوا، سيرتو دوك الخطوطات البيضين اللي كيكونوا الانسان فاش تيغلط وكيضعف كيجونا دوك الخطوط بيضاء كتكون في الجناب ولا في الكرش ولا هذا، كيبداو كيقلالو لا سيلوليت. شنقول لكم انا بالنسبه لي حيت استعملته فتره طويله لا سيلوليت ما بقاتليش، غير هي الناس اللي تقدر تزرب ديرو مثلا شهر ولا هذا تقول لك ما عطاتنيش نتيجه، لا لا خصك تستعمليه وتنسايه. هاد الزيت من الزيوت اللي خاصها زعما تداوموا عليها، وراه ماشي غير عاود هادشي كامل، حتى لابو كتغذى بديك لا فيتامين سي اللي فيها، لان لا فيتامين سي هي اللي كتجدد داك الكولاجين ديال لابو، كترجع لابو متجدده ولابو ديالكم كتزيان، يعني بهذا المفهوم هذا كترجع لابو ديالكم مرطبه. بالنسبه انا نفتح لكم، انتما كتشوفوا الزيت عرفتي رطبه بزاف، واحد الريحه زوينه زوينه زوينه، واحد الريحه يعني تبقاو تشموا في راسكم حتى الريحه زوينه. انتما كما كتشوفوا لابو دغيا شرباتها. واحد النصيحه البنات، هاد الزيت ديال هاد الزيوت كلها اون جينيرال ما خصناش نخرج بها للشمس، دابا حاليا الحراره الناس اللي مهم يكونوا عندها في درعانها شويه ديال هذا ودهنها وتخرج للشمس، لا هادي ما ننصحكمش بها، لان تقدر لان لا فيتامين سي لا تعرضت للشمس اوتوماتيكمون كتسمر البشره، راه كتسمر. دونك ما حاول ما امكن هاد الزيت يتخدم بالليل يدار في الليل. مهم البنات بالنسبه ليا انا هاد الزيت انا عاودتكم تجربه مهم عليا انايا، انا اللي بل استعملته وقلت لكم التجربه اللي درت. الزيت راه مخفف، يعني ما غاديش تخافوا تقولوا غيحرق لنا الجلده ولا لا، بالعكس كدهنوا به لوكور ديالكم ما تخافوا حتى من شي حاجه. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو تعجبكم ونشوفكم ان شاء الله فيديو جديده. والسلام عليكم.